اوف يا جماعه الجرافيك عندي تحسن، ما بعرف شو اللي صار، بيقولوا انه نزل تحديث الرسوميات، شايفين كانت الادنى منخفضه متوسطه مرتفعه وبيك، حاليا نزل تحديث صار في عندنا 2 جرافيك بس متوسط او مرتفع، فانا حطيت المرتفع رجعت المتوسط حطيت المرتفع زبطت الامور. شوف الجرافيك، اها هذا جرافيك باللعب فيه. لو هذا الجرافيك على جهازك وجهازك شغال فرجاء لا تسمعنا اي صياح لك في اللعبه بليز رجاء. سكنات الاسلحه يا رجل ما كانت مغبشه. شوف السكن صار واضح، صار في كتعاين للسكن قبل ما تشتري. وبالمناسبه اليوم راح نجرب السكنات اللي فتحناها هذيك اليوم لانه ما لعبت ولا باي سكن في الجيم بلاي. اوكي طيب بدك تشتري سكنات بس الاسعار شوي شايفها مبالغ فيها. سداد التاجر بوفر لك هاي السكنات بنص السعر، زلمة ثقة راح يعطيك الأشياء بنص سعرها، حزمة اللي ب 100 دولار هيبيعك إياها ب 50 وأقل كمان، الروابط راح تكون في الوصف تابعوها وخلينا نشوف هسا شو في عندنا. طيب عندنا سلاح الرام 7 مع الميثيك الليجند ما علينا، أقول لك هجرب الشخصية البنت. 2000 years later. طيب أخيرا لقيت شخصية جيت حصلنا عليها وهي سكن البنت زي ما شايفين قدامكم، خلينا ندخل جيم جربوه مع بعض سريع سريع. مالتي بلاير سيف سفينه اكيد دخلنا جيم. كل سنه وانت طيب يا نور. كل سنه وانت طيب يا اسطى، ازيك انت ازاي دخلت معنا يا اخي؟ هيك فجاه بكون قاعد هيك بلاقي حدا دخل هيك ولا احم ولا دستور. عموما اهلا وسهلا نورت. انا من اشد المعجبين بيك يا عمر. انا وين اروح استحيت حبيبي حبيبي ده نزل اللعبه بس اقسم بالله يا عم. اكتيفجن اكتيفجن عايزين سبونسر خلاص. الزلمه بيقول لك منزلها عشاني. اه والله ما كنت اعرف ان هي نزلت الا بسببك انت. يا الله انت اللي معرفني ميعاد نزول اللعبه والمتابعه معايا. يا رب الشركه تعبرني بس. واحد بيقف في الشباك اللي انت بتقف فيه. انا ازاي؟ اي والله انا اتعلمت اللعبه منك. انا والله شوف بص يا عم انا بوقفش بشبابيك الكلام ده ما يصحش يا اسطى. لا يا اسطى يصح يا اسطى. اه ما خلاص الحرب خدعه يا اسطى. الحرب خدعه جدع. مين هذا؟ مش هيك برضه ثلاثة دخلوا عليك. يا اخي الافكت تبع هذا السحر رهيب. شلته. نايس. عاش. الثاني. كتار أربعة خمسة، خمسة بشر من نفس الجهة. يا لطيف على الأقل كيمبو شو قوي. اوف 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 كم واحد علي؟ خمسة. او ماي جاد يا صلاح قوي قوي بس هم كتار برضو يعني ما مش عارف فاهم ليه. يا اخي الجرافيك بعد التحديث اللي نزلوه خرافي. لا اتحسن عندي فرق. هي اتحسنت عن الاول بكتير. ايوه الفرق عندي كثير. الجرافيك الرجل كان جرافيك ماينكرافت احسن لسه. اوف يا النيد اللي نازل عليه من السماء مع الافكت اللي معه خرافي. بدلت الفينك بدلته. خذه على الارض وراك ايوه اطلع يا اسطى. اخذوا اللاعب يا الله. معلش يا نوب انا محبينك. حبيبي يا عمري اهلا. انت مين يا اسطى؟ اسمك ايه؟ انت معنا ولا ضدنا؟ انا معكم. انا ما اسرق سلاح قال لي. لا لا مبروك عليك يا اسطى مبروك عليك. تعال وينك ميكس؟ هي على الارض خذه هي زهري. جربه روح طالع. يسلم حبيبي. فوق على الشباك. على الشباك اوعى. طلعت له؟ برضه على الشباك. الولد ده مستفز. نزلته. السلاح معك؟ معايا. ايه في يا اسطى؟ شلتلك اياه. سعد دينك على الفزعه يا جدع. الرام 7 والله جبت الرام. دقيقه حصلته من الباكجات يعني حصلته في باكجات. بين عندك السكن. ايش رايك بسكني الرام 7؟ ما شاء الله البحث عن بينج 45 ملي ثانيه. ما فيش عالم في السيرفر هيرفع البينج. ها 70 شو ها بلش. انت نقيت على الموضوع خلاص. انت عايش بالخليج؟ ايه. انت مين؟ عبد الله اي كيو. لا انا بسال ميكس. انا نايف. ازعجناك يا اسطى ازعجناك. السعودي بيحكي خليجي والمصري بيحكي سعودي. هو في يا جدعان؟ عبد الله لا من مصر يا صاحبي. ماشي اصبر. لحظه يا صاحبي. انت عبد الله احنا عارفين من السعوديه مزبوط يا اسطى.
يا عبد الله انت من السعوديه تمام. ماكس انت عشت بالسعوديه؟ لا ولا خرجت يا عمي. هو انت اسمك ماكس؟ اخرج فوت لحضرتك يا محمود. يلا اللي بيشوفني ميت ياخذ السلاح. اول سكن اول كل اول سكن مين شلنا واحد شلنا الثاني. يلا حصل سكن هذا بيخرب مجنون هذا صح. إبرة حاسس إني عارفه. أنا شفت لك إياه بدي أضربه في السكينة. والله الرام خرافي. مين؟ إيه ده؟ في إيه؟ أنا مبسوط من الجرافيك، الجرافيك عندي تعجل بس خلص أنا هيك يعني راضي. عندي يلا مع بعض. تأكد من الإعدادات يا محمود، تأكد من الإعدادات. حاليا صار في إعدادين بس، إعداد متوسط وإعداد مرتفع بس هذول شغالين. أوش شو بعمل في الهاي؟ شو بعمل على الأرض؟ اوف سنايبر رقمنا ما ليش والله رسبكت يعني بلعب سنايبر. ابلع 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 ابلع. لا كنت افنش تجرب الفينش لم تضبط بقى. ايش اخوان مالكم؟ اوف يا عبد الله اوف عاش يا عبد الله عاش وربي يا عبد الله تستنى والله تربل عم. يا عم ده بيلعب اسلحة اس ام جي وسريع على الاخر نايس. هلو يلا اللي بعده اللي بعده شايل أربعة شايل أربعة ورا بعض حرام. عاش يا عم احنا فشخناهم. اوف كانوا بيستنوا فيي اطلع بس 54 كيلو 54 كيلو والرام ايش؟ الرام نص كم يعني مش 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 قد كده يعني. طيب زي ما شفتوا يا جماعه جربنا الاسلحه ومع الشباب المحترمين طيبين. شكرا لهم على المشاركه، كانت مشاركه لطيفه منهم. جربنا الاسلحه الاسطوريه اللي ربحناها. اول سلاح اسطوري هو بس شو اسم السلاح حتى مش عارف شو اسم السلاح. فعليا تركيبات السوارم بي تو وين لانه هاي القطعه بس متاحه في مودرن وورفير 3 وموجود على البي سي. جماعه الموبايل مش راح يعرف يستخدم هاي القطعه اللي بتخليك كيمبو اوكي. فواضح انه في 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 دفع في دفع بيصير عشان تحصل هاي الاشياء. ف حاب اقول لكم شكرا على المشاهده، شكرا محمود، شكرا عبد الله لمشاركتكم بالفيديو ويعطيكم الف عافيه. شكرا لكل اللي بيتابعنا واحكي لي لو الجرافيك عندك تعدل في اللعبه ولا لسه. وشكرا اشوفكم على خير فيديو جاي ان شاء الله. والسلام.